وصفة صدور الفراخ بصوص المستردة والعسل عبارة عن ايه؟ عبارة عن صدور فراخ بانيه، ولا تبقى رفيعة ولا سميكة قوي، تبقى في النص. معانا ماستر ديجون اللي بالحب وماستر ديجون من غير حب، وعسل ابيض، بودرة ثوم، بودرة بصل، ثوم مفروم، زبيب، كرفس وجزر وبابريكا وزبدة. خلاص، اول حاجة هعملها هتبل الفراخ، والفراخ دي تتبل على الاقل ساعة. خلاص، على الاقل ساعة. هنعمل ايه بقى؟ هنحط الاول العسل، العسل الابيض كده اهو، نسيب بس معلقة كده صغننة مع الماستر ديجون. يعني يفضل انها تبقى بالماستر ديجون، بتبقى طعمها احلى بكتير، والماستر ديجون اللي بحب كمان موجودة في أي سوبر ماركت كبير. وتوم مفروم، بابريكا، بودرة توم، بودرة بصل، هقلب كده كويس قوي. الوصفة دي تنفع للناس اللي بيحبوا ياكلوا حاجات بسعرات حرارية قليلة، وبيحطوها بقى بعد كده في الفرن على ورق زبدة في الفرن. بس انا مش هعملها كده، هعملها بالزبدة بس. الخلطة دي كده مع معلقة خل، معلقة بالظبط من الخل، وبعدين نحط ورق زبدة ونحط عليه كده بالفرشة معلقة زيت وندخلها الفرن. انا هروح اقلب كويس قوي. خلاص، هي مش محتاجه زيت. هحط الصدور دي كده واحط لها بس ملح وفلفل، واسيبها تتبل على الاقل ساعه عشان بس تديني نتيجه حلوه كده. ريحتها عايزه اقول لكم جميله جدا، انا شامه ريحه حلوه قوي اهي. دي بعد ما اتبلت لمده ساعه، هحط هنا الزبده احطها كده كده اهو. معاها كده شوية كرفس على رشة من الفلفل الأسود، وابتدي احطها كده. بس الباقي بقى هحطهم كده مع دول. هحط هنا كده مكعب زبدة، احط كده الحاجات اللي انا عايزة احطها، واسيبها تسيح بس الاول. طيب، هحط لها بقى الجزر، كده اهو، وهحط لها الكرفس، وبودرة الثوم، والبابريكا، وهقلبها كده
ونطلع فاصل نرجع تكون الزبده ساحت والجزر كده اتشوح مع التوابل اللي انا حطيتها هو الكرفس وكمان صدور الفراخ البانيه استوت. الجزر بقى عامل ازاي وكمان الفراخ اهي خلاص قربت تستوي. طيب هنعمل خطوه كده الاول، هحط بقيه معلقه العسل هنا كده كده اهو وهقلب هقلب كده كويس قوي وبعدين هحطها كده على الفراخ ماشي الزبيب بقى نبتدي بقى نغرف